يتواجد ينضم إلينا هنا في برنامج هذا اليوم المحامي سامر علي رئيس منتدى المحامين الدروز. المحامي سامر علي, يعني الحديث الساعة قضية الجرائم, قضية العنف, وسائل, هل من وسائل لقلع مرض الجريمة داخل المجتمع العربي؟ أولا أخي بلال, أنا استمعت إلى الحديث الذي دار هنا قبل دخولي إلى هنا, لكن علينا أن نعرف أن الحراك الشبابي والحراك الشعبي والمظاهرات هذه أمور مبارك فيها, لكن في نهاية الأمر يجب تشخيص المشكلة وعرف ولنعرف كيف نتعامل معها, لأنه في نهاية المطاف يجب معالجة الجريمة. المشكلة تكمن عمليا في الشرطة فقط, عمليا الشرطة أو وحدات الشرطة التي تعمل عليها أن تتخذ مسارين في المعاملة في الجريمة في القرى العربية. المسار الأول استعمال الأدوات التكنولوجية في التحقيقات التي لا تستعمل في القرى العربية, وأقولها بوضوح, الأدوات التكنولوجية التي تستعمل في تل أبيب لا تستعمل لا في كرمئيل ولا في نهرية ولا في صفد ولا في أي بلدة عربية. هذه الأدوات التكنولوجية هي الأداة التي تعطي الشرطة البيانات التي في نهاية الأمر تصل إلى المحكمة. المسار الثاني هو المسار الاستخباراتي. في كل قسم شرطة هنالك مسار استخباراتي. إذا بتيجي بتأخذ كل أقسام الشرطة في البلدان العربية, لا يتعدى عدد الاستخباراتيين في هذه المحطات واحد, بينما إذا تأخذ بتل أبيب أو تأخذ بحيفا أو تأخذ بهرتسلية هناك فروع العشرات الاستخباراتيين الذين يأتون مع المعلومات عن وجود الجريمة, عن منبع الجريمة. ماذا سامر عن الذين يقولون ماشي في أمور اللي تحت مسؤولية الشرطة وضمن نطاق عمل الشرطة, ولكن هنالك أمور أخرى اللي هي يعني لا تتعلق بعمل الشرطة وبالأداء المهني للشرطة؟ يعني الشجار بين شابين, يعني شو ممكن الشرطة تعمل في حالة من هذا النوع؟ لا, عندما يتشاجر شابين عندما يتشاجر شابين في تل أبيب ليس كيفما يتشاجر شابين في مجد الكروم أو في أي بلدة عربية أخرى. المتشاجرين الذين يتشاجروا في تل أبيب يعملون ألف حساب للشرطة ولمعالم الشرطة والأدوات التكنولوجية في الشرطة وللاستخبارات في الشرطة, بينما المتشاجرين في مجد الكروم أو في القرى العربية يعرفون أن الشرطة قد تترك الأمور لحل في وجهاء وصلح وما يسمى القانون العربي. نعم. القديم. غيداء, أنت لك ما يقال بموضوع الشرطة؟ لا طبعا, يعني أنا بطلع على المحصلة النهائية بالآخر لعمل الشرطة وبقول أنه من 71 مقتول بأسلحة نارية خلال هاي السنة, قديش نسبة تقديم لوائح اتهام لإلهن من قبل الشرطة لناس اللي هن قبض عليهن؟ قريب الصفر, يمكن ثلاث لوائح اتهام قدمت. أنا اللي بقوله أنه لما بنسمع أنه في هتافات في مظاهرات وما إلى ذلك, المظاهرات هاي والاحتجاجات هاي مهمة, ولكن لما بنسمع أنه الشرطة برا أنا بقول لا, مفروض أنه الشرطة تأخذ دورها بأكمله في محافظة على الأمن والأمان اللي هو هذا مطلب أساسي. يعني الذين يعني لا يعني يطالبون بعدم تواجد الشرطة في البلدات العربية, مفروض إن الشرطة تتواجد بشكل مكثف بكل قواتها لتسحب, أولا تسحب السلاح غير المرخص اللي هي بكميات كبيرة في أيدي الشباب, واحد. ثانيا تعالج مشكلة عائلات الإجرام الموجودة والمعششة في بلداتنا العربية. هذا على المستوى الأول. على المستوى الثاني بعدين ممكن نحكي على كل موضوع التربية والتعليم وكل موضوع العنف في المدارس وكل موضوع التسامح والحوار, هذا كله بيجي بعدين, وهذا فيه له خطط وهذا فيه له ميزانيات. في المرحلة الأولى لما أنا كأم لشاب بجيل 17 في عندي خوف أساسي على حياته وحياة أصدقائه, أنا في عندي مشكلة. نعم, قيادة الشرطة, أنا ذكرت هذا الموضوع عندما كانوا عضو الكنيسة نتسان هوروفيتس, أنه جلعاد إردان وزير الأمن الداخلي ومع القائم بأعمال المفتش العام للشرطة يعني عقدوا اجتماعا طارئا وأعلنوا, هذه أول مرة. نعم. أعلنوا أنه الشرطة ستقوم باتخاذ خطوات عملية. هل الشرطة جادة بهذا الموضوع؟ ربما تحت وطأة الضغط ربما تكون جادة. أنا أشوف لم أسمع أي مسؤول عربي
كلهم انتقدوا الشرطة كلياتهم، حتى المواطن العادي بدأ يقلد في المسؤولين وينتقد الشرطة. هذا يكفي؟ لا يكفي. يجب علينا أن نستخلص العبر مما حدث في الماضي، ونقول نبني على ما قيل بالأمس. إذا أردان قال أنه سيقوم بمعالجة الموضوع، يجب أن نمسك في هذا الكلام ونبني عليه بشكل سريع جدا الآن باتفاق مع الشرطة. طبعا أنا لا أريد، كما قالت غداء، يعني أنت لا تريد أن تكون الشرطة تهتف في المظاهرة، الشرطة برا، وفي نفس الوقت تطلبها أن تقوم بجمع السلاح. هذا كلام خطير جدا، وربما يكون دعوة للقتل بشكل غير مباشر من قيادات. لذلك أنا أقول الشرطة كما قال أخي سامر أيضا، الشرطة هي الأساس، هي بالدرجة الأولى. إذا كان الشرطة هي الأساس، أعطوا الشرطة المجال واعطوها الفرصة. إذا تحدث الرجل بهذه المعنى، وأنا لا أثق بالمناسبة في أردان ولا في من موقفه ربما المتطرف كما قال نتسان قبل قليل، يعني كان بشكل واضح حكى عن نتنياهو وعن أيضا أردان الذي ينتمي لهذا الحزب، وبالتالي أنا سأعطيه هذه الفرصة، بل بالعكس سأجلس معه ونبني معا خطة معينة لمحاربة العنف. لا أريد أن أقول فقط جمع السلاح، لأن هذه مش هي القضية. القضية هي محاربة العنف. كيف؟ مش أنا اللي بأطرح الحلول على الشرطة، هي التي يجب أن تقوم بالشرطة. وأنا لا أنتقي أيضا الحلول من الشرطة وأقول لها ماذا تريد، ولكن تقوم هذا بنوع من المتابعة وبالمرافقة. نحن سنتابع معها المحلية. بالضبط، يجب أن نتابع معها. المصدر المحلي هي يعني عامل أساسي في هذا. طب عندما أنت يعني أخي سامر، بس نقطة هامة واحدة جدا في حرب الشرطة في الجريمة، يعني هنالك مجال أو مسار التي الشرطة أهملته بشكل واضح جدا. نحن نرى المجرمين يركبون سيارات فاخرة. الحرب الاقتصادية في الإجرام تقريبا معدومة من الشرطة، يعني الوحدة الاقتصادية اللي هي 4-3-3 لا تدخل القرى العربية. ولكن أعلن والجريمة الداخلية بالاجتماع الأخير أعلن كلنا لك التدخل. كلنا نعرف كلنا نعرف أن لا يمكن يكون جريمة إذا ما فيها ممول مالي. لما منبع المالي لهاي الإجرام أو المجرمين يعدم في الحرب الاقتصادية والشرطة الاقتصادية وأربعة ثلاثة ثلاثة التي تعمل تنفق ملايين الدولارات على تحقيق مع بنيامين نتنياهو على تحقيق صغير، لماذا لا تنفقه في المرافق العربية في البلاد العربية؟ فعمليا المسار الاقتصادي أو التحقيق الاقتصادي في هذا المجال له الحصة الكبرى في انعدام الجريمة في الوسط العربي. كلمة غاية في الأهمية، تحدث عن الاستخبارات أو قسم الاستخبارات في داخل الشرطة، هذا الذي لا يعمل في الوسط العربي. نحن نريد أن يتحرك. القضايا الإلكترونية التي تحدث عنها قضايا مهمة جدا، يعني إذا حدث معين، وأنا لا أريد أن أربط بين الأمرين، في الضفة الغربية مثلا خلال ساعات سيتم بشكل سريع جدا الوصول إلى منفذ العملية مهما كان، حتى لو كان مختبئ في مسجد، لأنه يستعمل القمر الاصطناعي. بالضبط. طيب. القمر الاصطناعي الآن بالنسبة لهذا الموضوع، أنا باعتقادي هناك نوع من التجاهل لهذه المسألة بشكل كبير. لذلك علينا أن نقول بشكل واضح وبصوت عالي، الشرطة هي المسؤولة وهي التي يجب أن تقوم. نعم غيداء، بس ما مدى وعي الجمهور العربي؟ لابد من هذا السؤال إلى ما آلت إليه الأمور حول الجريمة والعنف. هل بات الجمهور العربي أكثر اهتماما بهذه القضية؟ يعني واضح انه لما في يعني تسلسل من الجرائم في السنتين ثلاث سنوات الاخيره، عم بيصير الوضع انه وكانه مش وكانه هو بالفعل انه في حاله رعب اللي هي على المستوى الشخصي عند الشباب، عند الامهات وعند الاهالي. ولكن انا بدي يعني صحيح انه كلياتنا هنا متفقين على اهميه ادخال الشرطه في واخذ دور اللي هو المفروض انها تيجي تاخده كمان في 4-3-3، لانه هن كمان هذا يعني على فكره هاي واحده من القضايا او الوسائل اللي هن حاربوا عائلات الاجرام في نتانيا في سنوات التسعينات، وهذا ولكن نعم. انا علي انه اقول كمان قضيه دخول الشرطة على البلدات العربية لازم كمان ينعمل بشكل، وهذا ما ذكرته، ينعمل بشكل ممنهج ومنسق مع السلطات المحلية العربية، لأنه في عنا كمجتمع عربي في عنا خاصية، في عنا تاريخ، في عنا حاضر، في عنا مستقبل، اللي إحنا كمان في عنا حلاقة مركبة مع الدولة ومع قوات الأمن. ما هو دور، يعني أنت ذكرت موضوع الشرطة، المحامي سامر علي، إذن ما هو دور المواطن العربي بما يجري في هذا المجتمع؟ يعني يجري في الأحياء في حارات البلدات العربية، وين دور المواطن العادي؟ أنت تحدثت أخي بلال عن الوعي. اليوم يجب نحن كمواطنين عرب أن نعي أن وجود الشرطة في داخل البلدان العربية والاستخبارات في داخل البلدان العربية واستعمال الأدوات التكنولوجية
هو في نهاية الأمر يصب في مصلحتنا. نحن لا نريد أن نصل إلى وضع أن ابني وابنه وابنها لا يستطيع الخروج ليلا من نتيجة الإجرام الذي يصل. لذلك أنا أتفق مع زميلتي أن يجب أن يكون دخول ممنهج، لكن أولا الوعي يجب أن يكون لكل عربي اليوم يعرف أن حياته بخطر، حياة أهله وابنه وأخته في خطر، لأن هذه العمليات قد تمس بالأمن العام لكل شخص وشخص في البلدان العربية. نعم الإعلام محمد سيد، يعني عندما نتحدث عن خطط عملية أو برامج عملية، يعني إلى أي مدى يتم تكريس يعني برامج عملية، خطط مهنية التي يمكن ولو بالقليل أن تكافح موضوع العنف والجريمة، ومن المسؤول؟ يعني المفروض يكون في مسؤولين أيضا عندنا في مجتمعنا العربي عن بناء هذه الخطط. وهنا حكت الأخت غيداء عن موضوع السلطات المحلية العربية. أنا أقول حتى هذه اللحظة كل العمل الذي يقام هو عمل ارتجالي عشوائي تقليدي، بمعنى أن كل ما جرى هو يصب في نفس الذي سمعناه في الماضي، إضراب هنا، مسيرة، يعني ما في ابتكارات جديدة على الإطلاق. ربما في تكثيف للعمل من خلال بدءا بإضراب المدارس للطلاب، وهذا باعتقادي أيضا يصب في العنف ربما أكثر، لأن الأولاد كلهم بالشوارع في مثل هذه الحالات، ووقفات احتجاجية هنا وهناك، هذا أمر طبيعي عادي عهدناه من فترة طويلة. والقضية الأخيرة هي المسيرات، وأيضا حصل أن قمنا بها مسيرات في الشوارع وإغلاق الشارع هنا وهناك. هذا ليس الحل الرسمي، الحل هو بحاجة إلى تثقيف المجتمع بشكل أكبر وأوعى، وأيضا وضع برنامج عملي. هناك ميزانيات كبيرة جدا وهائلة موجودة في الوسط العربي، أيضا بإمكان من يقوم بذلك. حتى هذه اللحظة إذن المواطن العادي يمكن أن يأخذ دوره، وليس فقط الشرطة، بطبيعة الحال المواطن العادي بطبيعة الحال يجب أن نعطيه هذا الدور أيضا. حتى هذه اللحظة نحن أعطينا الجمعيات التي تقوم بعمل معين تحصل قتلى وتقدم لنا برامج وإحصائيات معينة، معالجة على أرض الواقع لم نسمعها حتى هذه اللحظة. أنا أقول أن القيادات العربية للأسف الشديد فشلت في عملها بشكل كبير جدا، لجنة المتابعة أيضا فشلت في هذا العمل، شكلت لجنة للعنف لتقوم بهذا العمل، ومنذ أن شكلت هذه اللجنة ونحن نبدأ نحصي في عدد قتلانا للأسف الشديد. لماذا لا يتم استخلاص العبر للجنة المتابعة ولجنة العنف إذا فشلت في عملها وكان هناك قتل كبير؟ على الأقل أن نستخلص العبر ونقوم. سؤالي لك سامر، إذن كيف يمكن أن نخرج من ردة الفعل إلى يعني عمل وفعل دائم ومستمر؟ أولا يجب أن يكون هناك قرار حكومي مع إدخال ميزانيات جمة إلى الوسط العربي حتى يستعمل الأدوات التكنولوجية، يدخل أيدي عاملة في الاستخبارات لا سيما من داخل القرى العربية التي تساعد على عدم تفشي العنف. في هذه الأمور علينا أن نصل إلى وعي كامل أن نحن نكون في مساعدة الشرطة، في مساعدة الشرطة. كل مواطن يجب أن يكون في مساعدة الشرطة لمنع العنف. وعلينا أن نعرف أيضا أن في كل بلدة عربية نحن نعرف من هم المجرمين، ونعرف عنوانهم، ونعرف أين هم، ونعرف من ممولهم، ونعرف أشياء عديدة. لذلك المواطن العربي يجب أن يكون شريك في بناء أمة جديدة بعيدة عن العنف. نعم أنا سأسألك، وأنت كنت مدير عام لمركز إنجاز غيداء وتعاملت مع السلطات المحلية وأيضا مع المدارس ومع الحقل التربوي، أنا سؤالي لك ماذا عن أولاد الذين يحملون، لدينا معلومات يعني يحملون أسلحة داخل حقائبهم المدرسية، أين هو دور الأهل بهذا السياق؟ في دور للأهل واضح. يعني أنا قبل يومين سمعت مقابلة مع أم من قرية في المثلث الجنوبي اللي بتحكي إنه هي عرفت إنه ابنها وشافت إنه ابنها لعمر 16 سنة معه قطعة سلاح، راحت هي ووالده تشكوا لمحطة الشرطة. البوليس أول سؤال سألوه هل هو هذا المسدس أمني ولا مش أمني، قالت له لا مش أمني، ف تركوها. قعد يعني الولد عمليا صار له اسبوعين معه سلاح بدون ما انه يكون اياتها رادع. القضيه الثانيه اللي انا بدي اتطرق لها اللي هي يعني فيما يتعلق بموضوع السلطات المحليه العربيه، في بكل بلده عربيه، بلده يهوديه، مراكز شبابيه، مراكز شبابيه اللي هي عمليا بتعطي الاطار إلى برامج اللي هي برامج تنموية لشباب ما بين جيل 17 و27. نعم. بكل بلدة يهودية في عنها الشكل. بتعرف أكم من بلدة عربية فيها مراكز شبابية عنها الشكل؟
بلدي واحدة. أنا لابد أن أستثمر وجودك المحامي سامر علي. 40 إسرائيليين محصلين على جائزة إسرائيل قدموا التماسا لمحكمة العدل العليا ضد قانون القومية، ويعني كان هنالك طلب، يعني الذين قدموا التماس يطالبون بحق المساواة للأقليات في الدولة وليس فقط بموضوع دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وإنما أيضا لأقليات أخرى. سؤال الأول، أين وصل التماسكم أنتم أيضا في منتدى المحامين الدروز؟ على ما أذكر حتى في السنة الماضية تقدمتم بالتماس، شو صار فيه هذا الالتماس موضوع قانون القومية، وشو رأيك بهذا الالتماس القائم الآن؟ طبعا الالتماس قدمت الدولة عدة مرات طلب تمديد الفترة حتى يقدموا الرد الكامل لهذا الالتماس. المحكمة أعطت حدا أخيرا حتى شهر 11 هذه السنة. حتى شهر 11 يجب أن تقدم، حتى شهر نوفمبر تقدم الدولة ردها الخطي لهذا الالتماس. أما بما في هذا الالتماس الجديد، أنا أريد أن أقول شيئا. أنا اطلعت على الالتماس الذين حائزون على جائزة دولة إسرائيل، هو التماس جيد وهذه خطوة جيدة نحن نبارك فيها، لكن هذا الالتماس هو يصوغ الادعاءات التي دعناها في الالتماس الأول والمركز الذي قدمناه بشكل آخر، حيث يقولون أن نحن نريد إدخال كلمة أقليات مع إبقاء الدولة يهودية للشعب اليهودي، لكن نريد إدخال كلمة الأقليات دون التطرق إلى المساواة وإلى الأقليات الأخرى في جميع المجالات التي تطرقنا لها في التماس منتدى. شكرا جزيلا لكم، يعطيكم العافية، شكرا جزيلا. إذن شاب من الجليل يروي لقناة هلا من المستشفى تفاصيل إطلاق النار عليه قائلا السيارة زمرت لي باب بيتنا، نزل منها ملثم وطخني، ويقول يعني لا أعلم لماذا قام بإطلاق النار علي. تواجد في المستشفى مراسل القناة الفضائية هلا عماد غضبان، فنشاهد معا ماذا قال. يعني نلتقي معك هنا في أحد الغرف في مستشفى الجليل في نهرية، وأنت مصاب، شو الإصابة اللي عندك؟ أنا تعرضت لإطلاق رصاص باب البيت عندي، ومش عارف ايش يعني، مش عارف يعني مين السبب ليش. وانت صار الحادث؟ صار يوم الجمعه بالليل على الساعه 11:30 12. سلسلته وين الاصابه؟ وجيت انت سلسلته بقى باجريك؟ وجيت انت وفيش عندك اي معلومات انه ليه هيك صار؟ انت مقصود؟ انت مش مقصود؟ لا احكي لي شو اللي صار بالضبط يوم الحادثه. أنا بشتغل، بخلص الشغل يعني بقيت على 4، بروح من الشغل بطلع بشتغل ببيتي، أنا خاطب، بخلص بيتي خاطب وبتحضر بيتك للزواج وعشان تسكن فيه. بشتغل الساعة 8-9 بالليل، بخلص الشغل من البيت، بنزل بتحمم بعد البيت، قاعد عندي بالساحة برا، بدي أفوت السيارة، واقف على الشارع بدي أفوتها على الحنيون عندي على البيت. نزلت وقفت حد السيارة، بدي أفتح السيارة، جت سيارة زمرت لي، وقفت بالضبط يعني ورا سيارتي، زمرت لي، رفعت ايدي قلت لهم مرحبا، نزل واحد ملتم، انه ما فكرتش يعني الاشي عن جد يعني انه هو جاي تخري، انه فيش عندي اداء، فيش عندي اشي عن الشكل، فكرت حدا من اصحابي اشي بيمزح معي، فنزل حد الشوفير ملتم، كان نزل قرب علي، طخني اول رصاصه بجري على الشمال، ما تحملتش وقعت على الارض، رجع طخني كمان 3 رصاصات بجري على اليمين، ومن هون ركب السياره وهرب. وانت بأي لحظة شو حسيت يعني الشعور اللي اجاك غير طبعا الوجع الشديد؟ يعني اسئلة كثيرة دارت براسك، اسئلة كثيرة انه ليش، شو السبب، شو عامل، انا ما عملتش شيء يعني، فيش شيء، العداء محبوب عند الناس كلها، بحياتي ما تعديت على حدا، بحياتي ما غلطت على حدا، من شغلي للبيت، من البيت للشغل، هذا كل شيء يعني، مش عارف ليش لوين وصلنا يعني، كل يوم التاني قتل، كل يوم التاني بنسمع خبر، اليوم نقرأ خبر عن مجد كروم، نقرأ خبر بدير الأسد من الفحم، تاني يوم خبر بكون عندي بالبيت، يعني إحساس صعب جدا. صح، يوم نقرأ عن الناس، تاني يوم الناس بتقرأ علينا. يعني أنت إن شاء الله بعد شوي الله دخل اسمه بيشفق عليك وبتطلع بالسلامة من المستشفى، بدي رفقك شعور كثير كثير صعب، كتير ممكن خوف، حتى بضل عندي خوف كثير، رح يكون عندي خوف علي، على أهلي، على خطيبتي، أي حدا من قرابتي يعني. شو الرسالة اللي ممكن توجهها للمجتمع؟ إنه لو بدي أوصل بهذا الإشي، لو أنت العنف هذا بدي يضله، يعني شو السبب تروح تأذي بني آدم؟ شو السبب؟ أي سبب خليك توصل لهذا الإشي؟
يعني يكون اللي طخ يكون محلي، يجي حدا طخ عليه شو بده يكون شعوره؟ نعم، فيش اي مبرر بالدنيا ببعطي، فيش اي مبرر. يعني بدك من بني ادم ايش بتروح عنده بتحكي معه بالبلبنيه، بتحكي معه كل شيء في له حل، مش كل شيء بالطخ، مش كل شيء برصاص. طيب سلامتك وان شاء الله تطلع بالسلامه. الله يسلمك. نعم، شاهدنا معنا هذا الفيديو. إلى الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، تريدون متابعة هذا البرنامج، برنامج هذا اليوم وكل برامج تلفزيون هلا التي تشاهدونها على مدار الساعة، حملوا الآن تطبيق قناة هلا على هواتفكم من خلال دكان جوجل بلاي وأب ستور لتشاهدوا في أي مكان وزمان برنامج هذا اليوم وكافة برامج قناة هلا على الهواء مباشرة. نخرج الآن لفاصل من ثم نعود والوصل.